أنا قاعدة أحقق معك أنت عن مدى التزامك بالقوانين. الكذب مع المتهم مسموح عشان يعترف، لكن تزوير الأدلة هذه مو بس مخالفة، هذه جريمة، وانت سويتها بدون أي خوف ولا حتى راجع ضميرك. أنا حقيقة أتساءل أنت لوين مستعد تطاول عشان توصل للي تبيه. ممكن أفهم وش الفائدة من هذا كله؟ إيه، أني أقرر شخص مثلك بيفيد النيابة ولا بيضرها. مخالفة مثل مخالفة زرع الأدلة ممكن تخلي الجناية يطلعوا براءة. هل النيابة تحتاج شخص ممكن يتسبب في إطلاق سراح مجرمين؟ إيش كانت تقولين أنت؟ ما راح يطلعون من السجن، اعترفوا بالجثة ومكانها واعترافهم عندنا مسجل. بعدين ليش النيابة تبي تخسر شخص مثلي؟ شخص كل قضايا اللي قدامك انحلت، ما عندي ولا قضية ضد مجهول. مو عيب تتسجل قضية ضد مجهول تركي. الإنسان إذا بغى ينجح ممكن يضحي بأي شيء، حياته، وقته، فلوسه، حتى صحته، لكن إذا ضحى بضميره يصبح إنسان خطر.